من معلقة طرفة بن العبد لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفدي القوم أرفدي فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.